طبعا اسبوع كالعاده اسبوع ساخن جدا في الدوريات، الدوري الانجليزي ممتع، الدوري الاسباني جميل، والدوري الايطالي قوي، المنافسه مشتعله في كل الدوريات. ممكن نقول ان الدوري الانجليزي اقلهم في المنافسه بسبب ابتعاد ليفربول بالصداره بعد فوزه على واتفورد بهدفين لفخر العرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وهدفين اعتقد ان هم من احلى الاهداف اللي سجلهم محمد صلاح في مسيرته الكرويه، علشان يتوجه بعديها ليفربول الى طبعا كاس العالم للانديه ومشواره نحو يعني انتهاء موسم 2019 2020 او انتهاء سنة 2019 بلقب اعتقد هيكون ثالث بعد فوزه بلقب دوري ابطال اوروبا ولقب السوبر الاوروبي، لكن لقب كأس العالم للأندية اللي هيكون لأول مرة يحصل عليه محمد صلاح. لكن ليفربول اعتقد انه عينه على اللقب بعد ما جدد عقد يورجن كلوب ل 2024. دوري انجليزي مشتعل؟ طبعا مشتعل، لكن الدوريات فيها حاجة كلها يعني غريبة جدا الأسبوع ده، وهي إن الأهداف كلها كانت بلس 90 وكلها كانت أهداف حاسمة، أهداف في الوقت بدل الضايع. شفنا مباراة توتنهام وولفرهامبتون وفيرتونخن لما أحرز هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة علشان يمنح توتنهام الفوز المتوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لتوتنهام ولمورينيو بعد ما كانت المباراة رايحة في سكة التعادل. جيرفينيو لاعب بارما بيحرز هدف مهم جدا ضد نابولي، وأعتقد أن هدف مهم جدا جدا لفريق بارما في الدوري الإيطالي، وتعثر جديد لأول مباراة ليجاتوزو مع نابولي، وهي خسارة من نادي بارما 2-1. نابولي عنده مهمة كبيرة جدا هنتكلم عليها في دوري الأبطال علشان هيواجه نادي برشلونة، لكن كلنا أكيد شفنا مباراة فالنسيا أيضا وريال مدريد، وكريم بنزيما بيحرز الهدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 95 علشان يمنح فريق ريال مدريد أروخي بلانكوس قبل مواجهة يوم الأربعاء أمام برشلونة التعادل، ونقطة ثمينة جدا، يتساوى مع برشلونة في عدد النقاط في المركز الأول الريال وبرشلونة أو برشلونة وريال، لكن فالنسيا فرط في المكسب على ملعب المستايا، وكريم بنزيما بيترجم تألقه خلال الفترة الأخيرة ويكافئ زيدان على ثقته الكبيرة اللي دايما بيمنحها للاعب الفرنسي مباراة تلو الأخرى. أما مباراة فيورنتينا والإنتر ودوسان فالوفيتش اللي نجح إنه يجيب الهدف التعادل لفيورنتينا كالعادة في آخر عمر من دقائق المباراة علشان كونتي يتعثر من جديد ويهدي الصدارة إلى اليوفنتوس المتوهج في تألق حاضر لكريستيانو رونالدو. أما المباراة الأخيرة اللي أنا حابب أتكلم عليها وحابب أتكلم على أحداثها، مباراة مهمة جدا ما بين فولفسبورج ومونشن جلادباخ. طب هتكلم على المباراة ليه دي تحديدا؟ علشان الهدف اللي أحرزه ساشا كيشرافيتش لاعب فولفسبورج كان كفيل انه يمنح الصدارة لفريق لايبزيج في الدوري الألماني ويفرق بقى في النقاط عن فريق مونشن جلادباخ. لايبزيج بيأدي موسم رائع جدا، قدر يفوز على دوسلدورف بثلاث أهداف مقابل لا شيء، البايرن كسب، بروسيا كسب، لكن تبقى يعني فريق لايبزيج هو اللي على الصدارة، وصدارة الدوري الألماني الموسم ده مختلفة جدا جدا. طبعا الدوري الألماني كل موسم كان بيتحسم ما بين البايرن وبروسيا، لكن الوضع مختلف تماما الموسم الحالي. لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي، ليفربول متالق، السيتي بيحرج فريق ارسنال على ملعبه وسط جمهوره بثلاث اهداف مقابل لا شيء، تالق دي بروين في احراز هدفين وصناعه هدف لستيرلينج، وايضا اليونايتد بيتعادل مع ايفرتون 1-1، ومفاجآت بالجمله في الدوري الانجليزي. لكن زي ما بقول لحضراتكم ارسنال هو المشكله، أرسنال عنده مشكلة كبيرة جدا، لكن أعتقد وده بنسبة كبيرة جدا 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 إن الأيام اللي جاية هيتم الإعلان عن أرتيتا المدرب المساعد لبيب جوارديولا في فريق مانشستر سيتي، هو المدير الفني القادم لنادي أرسنال، اللي أنا أعتقد إن جماهيره زهقت خلاص من تشجيعه، ما بقاش عندهم أي أمل في إحراز أي جديد أو أي نقاط بالنسبة لفريق أرسنال علشان ينافس بيها، مش هقول لكم في دوري الأبطال، لكن على الأقل يكون موجود في المقاعد الأوروبية اللي أنا أعتقد أرسنال لو مش موجود فيها في أول ستة هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، وهنقول إن هي فضيحة بالنسبة لأرسنال الإنجليزي اللي كان كل سنة طبيعي بينافس على لقب الدوري الإنجليزي، ولما يبتعد شوية
هيبقى موجود او كان بيكون موجود في اول اربعه من المراكز الاولى في الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني الريال وبرشلونه حبايب علشان يحطوا نفسهم في مواجهه ناريه اللي هتكون يوم الاربعاء الساعه 9 بتوقيت القاهره، وهو اللقاء المرتقب، لقاء الكلاسيكو اللي تم تاجيله لدواعي امنيه في اسبانيا وفي مدينه برشلونه، وبالتالي الصداره هيتم حسمها يوم الاربعاء. يا اما الفريقين هيرفضوا ان كل واحد فيهم يعتلي الصداره ويتعادلوا على سبيل المثال، لكن جمهور برشلونه عمل دعوه كبيره جدا لكل الجمهور اللي هيكون مشارك في مباراه برشلونه وريال مدريد في ملعب الكامب نو ان هيتم توزيع اقنعه على كل المشجعين تحمل وجه ميسي، وده بسبب احتفاله وحصوله على الكره الذهبيه رقم 6 في تاريخ الدوري الايطالي. بتعود المياه لمجاريها بعد فوز اليوفنتوس واعتلاءه قمه الصداره، وانتر ميلان بيعود الى المكانه الطبيعيه اللي موجود عليها منذ سنوات في الدوري الايطالي قبل ما يظهر كونتي على الساحه، لكن مع وجود كونتي والانتر، الانتر ليه شكل مختلف، بس كان نفسي الانتر يكمل الحكايه ويكمل المنافسه مع اليوفنتوس باعتلاء وصداره قمه الدوري الايطالي. الانتر هينافس يوفنتوس الموسم ده بقوه وبشراسه كبيره جدا جدا، لكن يا ترى كونتي قادر على انهاء حقبة يوفنتوس والفوز باللقب الإيطالي لسنوات عديدة، ولا يوفنتوس وساري هيرفضوا ان انتر ينافس وهيبتعدوا بالنقاط؟ جاتوزو للأسف في اول مباراة ليه مع نادي نابولي امام نادي بارما بيخسر 2-1، وكمان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن بالنسبة لجاتوزو علشان عشان يقع مع برشلونة في قرعة دوري أبطال أوروبا اللي هنعرضها لحضراتكم وهنتكلم، وعندنا كلام مهم جدا 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 بالنسبة لقرعة دوري الأبطال علشان نتكلم عن مواجهات كتيرة ما بين الفرق بينها وبين بعضها، لكن ليفربول أبرز المواجهات أمام أتلتيكو مدريد، والمواجهة المرتقبة البيب جوارديولا أمام زين الدين زيدان، مواجهة نارية ما بين اتنين عباقرة من مدربين الأكفاء جدا والأقوياء جدا في عالم كرة القدم. كأس العالم للأندية ليفربول عنده طبعا المشكلة الرهيبة أن عنده مباراة يوم الثلاث مع أستون فيلا في بطولة الكأس، كأس رابطة الأندية، وده لليفربول هيلعب بمجموعة شباب من فريق ليفربول. زي ما حضراتكم عارفين يورجن كلوب مدرب واضح وصريح، عارف ان كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه غير مهمين بالمره بالنسبه له، هو مركز على لقبين كل موسم بيحاول ان هو يحققهم، ونجح الموسم الماضي انه يحقق واحد منهم، وكان قريب جدا انه يحقق اللقب الثاني. هو الدوري الانجليزي الممتاز ودوري ابطال اوروبا، نجح انه يحقق دوري ابطال اوروبا، ونجح انه يحقق كمان لقب السوبر الاوروبي، ونجح كمان او على بعد خطوات علشان ما نقطعش في تحقيقه لكاس العالم للانديه. اما الدوري الانجليزي هو الان متصدر الدوري بجداره واستحقاق خلفه ليستر سيتي ومانشستر سيتي. ليستر بيقدم واحده من امتع المواسم اللي بيحققها بعد موسم 2015 واللي نجح انه يحقق فيه لقب الدوري الانجليزي الممتاز. تشيلسي بيخسر على ملعبه بعد ما لامبرد سمع خبر ان خلاص المحكمه الرياضيه سمحت لفريق تشيلسي انه يتعاقد في موسم الانتقالات الشتويه القادمه. تشيلسي بيسقط وبيؤدي باداء سيء جدا. يعني حاولنا ان احنا نتكلم مع حضراتكم ونلم لكم كل الاحداث علشان خاطر ما نحرقش لحضراتكم الحاجات اللي موجوده معانا، علشان هنتابع فيها احصائيات كتيره جدا وجرافيكس كتيره جدا وارقام في كل الدوريات زي ما حضراتكم متعودين. كل حلقه بيكون معانا الجديد وكل حلقه بيكون معانا شيء متميز، مباراه تاريخيه هنتكلم عليها، نجم الاسبوع التاريخي اكيد هنتكلم عليه، والفقره المحببه لحضراتكم.